كنا في مؤتمر اخيرا تناقشوا معايا كيفاش كيفكروا هما في هذيك الدوله يديروا قاضي روبو يبدا يحكم. قال لك بغاو يجيبوا واحد الروبو غادي يعمروه بالقوانين ويعمروه بالقضايا المتشابهه ويبقى يصدر احكام في القضايا المتشابهه، في حين ما كاين جوج القضايا 30 سنه ولا 32 سنه للمحامي ما كاين جوج القضايا متشابهه العالم كله، كل حدا والظروف ديالها والوضعيه والساعه والمكان الى اخره. قلت لهم كيفاش غديروا لهذا الشيء؟ قال لك لا غادي نجمع المعلومات كلها ونبدا نصدر الاحكام. دابا كل شيء ولا كيتكلم على الذكاء الاصطناعي والصين مشات بعيد في هذا الموضوع هذا، معناه انه غادي نوصل واحد المرحله ان الذكاء الاصطناعي سير المحاكم، ما بقاش المواطن كيسير المحاكم، ما بقاش الموظف كيسير المحاكم. اشوف البطاله اش غادير ديك الوقت. كنت بالضبط غادي لان علاش الروبو ما كيطلب الزياده في الاجور، ما كيطلب القانون النظام الاساسي للموظفين، الروبو روبو. غادي يجي يحل المشكل ويسير المحكمه بذكاء ويحل المشكل بذكاء. واش حنا مستعدين؟ واش عندنا القدره الماليه؟ واش عندنا القدره البشريه؟ انا كنتمنى نموت قبل ما نشوف هذا الشيء. شكرا.